من إسطنبول عبر الهاتف ينضم لنا الأستاذ فؤاد عليكو، عضو الوفد المفاوض في جنيف وعضو الائتلاف الوطني السوري. أستاذ فؤاد مساء الخير. الرئيس الروسي قال إن الشروط اللازمة لإنهاء النزاع في سوريا متوفرة، يعني نتساءل فقط أين ذلك مع عدم الالتزام باتفاق أستانا، مع عدم الالتزام بتخفيف التصعيد، مع التصعيد المستمر في الدول التي قيل بأنها أو المناطق عفوا التي قيل بأنها سيكون فيها تخفيف تصعيد وتخفيف قصف. أعتقد أن هذا التفاؤل المفرط من المجتمع الدولي وخاصة روسيا يتصدر المشهد باتجاه الحل السياسي ويضغط في هذا الاتجاه. فكما تفضلت يعني قصف اليوم غير مسبوق، يعني أكثر من 100 غارة على كل إدلب والدبار والمستشفيات والمدنيين، كل هذه الأمور لا ينبئ بقرب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. في المحصلة المخطط المرسوم من قبل المجتمع الدولي أنه سيكون هناك اجتماع للمعارضة قد يكون في الرياض لتوحيد المنصات الثلاث، وهذه أيضا عقدة كبيرة، فهناك تباين كبير بين الهيئة العليا ومنصة موسكو تحديدا حول خارطة طريق الحل السياسي. بالإضافة إلى أن الهيئة العليا للرياض تحاول من جانبها العمل على توسيعة الهيئة العليا وفق منهجيتها، وهذا أيضا يعقد المشهد. كلما هنالك أن هناك توافق دولي على تخفيف التصعيد ومن ثم وقف إطلاق النار ومن ثم البدء بحل السياسي، لكن لا نشهد ذلك على الأرض أستاذ فؤاد. طبعاً يعني طبعاً جميل هذا التفاؤل وجميل هذا يعني هذه الرغبة بالالتزام، ولكن أين ذلك على الأرض؟ تماماً يعني هذا الكلام بشكل ميكانيكي وكان 1+1=2، هذا غير موجود على أرض الواقع. فلا القصف توقف ولا المعارك متوقفة، وهناك حسب التقارير الدولية أكثر من 500,000 محاصر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهناك أكثر من 100,000 معتقل يجب الإفراج عنهم. إذن هناك حرق للمراحل افتراضية بحيث يذهبون إلى موضوع السلام. ديمستورا اليوم قبل يومين قدم مرافعته وقال أن الموعد المستهدف إما أواخر تشرين الثاني أو أواخر تشرين الأول أو أوائل تشرين الثاني لعقد الجولة الثامنة للمفاوضات، وقال أننا سوف نعطي هذه الفرصة لتوحيد صفوف المعارضة. هذا كلام افتراضي حقيقة، ليس بالأمر السهل أن يكون الموعد المستهدف هو الموعد الجدي لإيجاد حل سياسي. لكن يعني إذا ما كان يعني ربما ونظرنا أيضا بنظرة تفاؤلية، وكان يعني ما قاله السيد ديمستورا عن الموعد القادم ما بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر سيتم هناك اجتماع، دعنا نتحدث عن المسؤولية الملقاة على الوفد المفاوض من المعارضة السياسية ممثل الشعب السوري في جنيف. يعني ما مدى المسؤولية الملقاة في سبيل دعم حل يمكن أن يستفيد منه الجميع ويمكن ربما أن يكون يغطي الأمل الذي يلقيه الشعب السوري من خلال هذا الاجتماع؟ هناك النقطة بحاجة إلى التوضيح. نحن أعضاء الوفد المفاوض لنا مرجعية، والمرجعية تتمثل بالهيئة العليا للمفاوضات، وهي التي من تقدر وتقرر متى نذهب للتفاوض. كما أن ذهاب كما ذكرت سابقا بوفد مشترك بدون وجود رؤية مشتركة هذا أمر مستبعد حقيقة، وهذه الرؤية حصل عدة جولات بيننا وبين منصتي القاهرة وموسكو ولم نتمكن إيجاد النقاط المشتركة للارتكاز عليها للذهاب بوفد موحد. وإذا تم الذهاب بعدة وفود أو بعدة وجهات نظر فأيضا هذا لا يؤدي إلى حل سياسي. نعم سيد فؤاد، مختصر القول الحل السياسي حاليا بعيد،
وليس كما يروج له بعد الأوساط الدولية وروسيا. نعم. هذا التفاؤل والطيران الروسي فوق إدلب لم يتوقف حتى الآن. شكرا لك. في مناطق الغوطة الشرقية. شكرا جزيلا سيد فؤاد عليك، عضو الوفد المفاوض في جنيف وعضو الائتلاف السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.